أهلا بكم في فيديو جديد. وجد فارس قطري نفسه في خطر محقق بعدما تعرض لسكوت مروع من على صهوة جواده خلال مشاركته في سباق سيف الأمير. وقد وثق مقطع فيديو لحظة سقوط الفارس سعود محمد وهو ما بث القلق في نفوس الكاسرين خشية تعرضه لمكروه جراء السقطة المروعة. وعقب انتشار مقطع سقوط الفارس سارع عددا من الإعلاميين بالتأكيد على أنه بخير ولم يصبه مكروه، حيث أكد مراسل إحدى القنوات التلفزيونية القطرية أنه من خلال تواجده في مكان السباق يمكنه التأكيد على أن الفارس سعود محمد بخير على الرغم من السقوط المروع من على صهوة جواده. وأظهر مقطع الفيديو نجح الفارس القطري في القفز من فوق أحد الحواجز، لكن عندما توجه إلى الحاجز التالي تأخر الجواد في القفز لتصطدم قوائمه بالعوارض، وهو ما أدى لسقوط الفارس مع استمرار تعلق إحدى يديه بالجواد الذي سرعان ما توقف واتجه لفارسه وكأنما يطمن عليه في مشهد مؤثر يعكس ارتباط الجواد بالفارس.